في رحاب الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد التي تضم طلبة من أكثر من 50 من الجنسيات الأجنبية. واصل مشروع خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين برنامجه السنوي لإفطار مئات الصائمين من الطلاب الساكنين داخل الجامعة بحضور أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات. ويشرف مكتب الدعوة على البرنامج الرمضاني المدعوم بعطايا وإحسان يد الخير السعودية إلى الأشقاء في باكستان. الدور الذي يقوم به الملك سلمان وسفارة المملكة في باكستان رسالة تعبر عن الأخوة والصداقة والمحبة التي تكنها المملكة لباكستان وشعبها. ومن الجامعات إلى دور العبادة، حيث أشرف مكتب الدعوة على إقامة برنامج إفطار صائم للمعتكفين وزوار مسجد الملك فيصل في العاصمة الباكستانية الذي يعتبر أكبر المساجد وأشهرها في باكستان، ومنارة إشعاع علمي وثقافي وتوجيهي يقصده الباكستانيون من كل المدن. ها نحن اليوم نشارك الصائمين فرحتهم في هذا الموقع وعلى مائدة من موائد الخير التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، ونقول له هنيئا لك هذا الأمر وهذا الخير. وكل يوم ولله الحمد يفطر على مائدته أعدادا أنتم ترونها أعدادا غفيرة. المرحلة الأخيرة من الإفطارات الرمضانية شملت عدداً من المساجد والجمعيات الدينية في مختلف المدن والقرى الباكستانية والمناطق النائية، لتؤكد على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بباكستان وشعبها. هذا يدل على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله لضيافة الإخوان المسلمين في العالم وفي باكستان، كما يدل على علاقات أخوية بين باكستان والمملكة العربية السعودية. المشروع الخيري لتفطير الصائمين يستهدف شرائح كبيرة من أبناء الشعب الباكستاني طيلة أيام شهر رمضان الفضيل، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين. أحمد شعت، الإخبارية، إسلام أباد.